السلام. تمشي كرة خطيرة والتسديدة ورائعة جدا، رائعة جدا التسديدة الأخيرة من رينج. بعض عن الهدف الخامس، رحيم ستيرلينج، رحيم يراوغ الدفاع ثم يراوغ بنفسه، ترجع الكرة مرة أخرى، كانسيلو حلو المحرز والهدف الخامس، الهدف الخامس عن طريق ستيرلينج. كرة ممتازة، كرة ممتازة ومثلث هجومي ناري من فريق السيتي، 5-0 للمانشستر. جاء الدور لهدف شخصي من ستيرلينج، كرة ممتازة حلوة طويلة في العمق والحارس للسيتي. لأحداث رجة نفسية لم تنجح، سام الأردايس ممكن إذا يكمل مباراة اثنين بهكذا صورة. توريس تلعب الكرة والريبورت، فرصة الهدف السادس وقت كرة من رودري، يمشي بالكرة للهجوم، فرصة وكان هجومي، محاولة للتوزيع ممكن، التوزيع في أقصى اليمين، جابرييل للستة يتقدم الهجوم وفي إعاقة أملاك الرأسية والدفاع كانت ومحرز وحلو الباس، ولكن الدفاع والركنية، الركنية لمصلحة نادي ستيرلينج خطيرة جدا، والدفاع والركنية مردود يذهب عالية، تمشي كرة من رياض محرز مرة أخرى والدفاع موجود، كرة من رحيم ستيرلينج، شد برشا كرة من الركنية بالراس وعالية بالراوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، النهاردة هنعمل مع بعض الجبنة الكريمي من الكيري بطريقة بسيطة جدا، ومن حاجة بسيطة معانا في البيت ممكن كنا هنرميها، يعني هو عبارة عن لبن لما بيروب او بيقطع معانا، في ناس ياما بترميه بس لا ياريت ما ترموش وتعملوا الطريقة دي معايا، طريقة جميلة جدا وبسيطة ومش مكلفة ومش هتخلينا نشتري الصراحة من برة، طعمها لذيذ جدا والولاد هيحبوها، ومغذية ومن غير مواد حافظة، وحاجة انت عاملاها في البيت. تعالوا بقى نشوف المقادير وطريقة التحضير. زي ما انتوا شايفين معايا كده المقادير، دوت اللبن اللي راب عندي زي ما انتوا شايفين اهو، دول حوالي نص كيلو، وهاخد دولت 4 مكعبات جبنة، يعني دول 2 كيري ودول 2 اي نوع نستو بقى عندكم، وهاخد قطعة زبدة كده صغيرة، وحوالي ربع معلقة ملح صغيرة او حسب ما انتوا بقى ايه تشوفوا يعني الملح بتاع الجبنة، عشان هي ما تبقاش ملحة قوي يعني، وده هاخد 2 معلقة زيت كده. بس اول حاجة اعملها اصفي اللبن كويس من المية اللي فيه او من الشرش.